التعبير اللي أنا استملحته بر الأوطان وأيضا بر الوالدين. وزي ما اتكلمنا عن عقوق الأوطان، علينا الآن التزاما أدبيا أن نتحدث عن بر الأوطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الوجه المقابل لعقوق الوالدين ولعقوق الأوطان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن عقوق الوالدين ونهانا عن الخيانة ونهانا عن الكذب ونهانا عن شهادة الزور ونهانا عن قلب الحقائق وأن نكون في وضوح تام، إذا كان الأمر كذلك فالوجه المقابل لكل هذه التصرفات الخبيثة هو البر، بر الوالدين، الوجه الخير في الصورة، الوجه الخير والواجب، والواجب والواجب في الحقيقة، هو التزاما شرعيا أيضا، وهو التزام شرعي بلا شك، لأن الإنسان ناحية بلده وناحية وطنه عليه التزامات وله حقوق، أو عليه واجبات وله حقوق، وكما قالوا فإن كل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. ومن ثم فإن فكرة بر الأوطان هي الوجه المقابل لعقوق الأوطان. إذا كان هؤلاء بالفعل انتهجوا هذا النهج من الخيانة والعقوق وشهادة الزور والكذب الواضح الذي لا ينفك عنه وقت من الأوقات، فهم انتهجوا سياسة الهدم. نحن على غير ذلك تماما، نحن سياستنا هي سياسة البناء. ده نحن أولاد الوطن، أولاد الوطن، أبناء هذه الأرض الطيبة، أبناء هذه الأرض الطيبة، وهذا ما هو أمر به الإسلام. الإسلام في مسيرته إسلام بناء وعطاء وحقائق تقدم، ولا يوجد فيه كذب، ولا يوجد فيه شهادة زور، ولا يوجد فيه عقوق، إنما الإسلام فيه تناغم ما بين الفرد وما بين الوطن الذي يعيش فيه. فكرة البناء في حد ذاتها سيطرت على التشريع في حد ذاته. يعني عندما نقرأ في القرآن الكريم ونلحظ أنه يقص علينا قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة بتفاصيل وفي إيجاز في بعض الأشياء، في بعض الأحوال، يعني نلحظ بأن هذا القصص لم يكن في القرآن الكريم هكذا عبثا، وإنما ليعطي رسالة واضحة وليعطي درسا للمسلمين وللعالم كله، أن التاريخ في مسيرته الإنسانية وجد فيه بالفعل في كثير من أو في بعض الأوقات وجد فيه إخلال، جمع خلل، يعني وجد فيه خلل في المسيرة الإنسانية، فالأنبياء جاءوا ليصححوا هذه المسارات. فنحن نقص عليكم هذه الأحداث التاريخية في القرآن الكريم، وهو الكتاب الكريم الذي لا ريب فيه، نحن نقص عليكم ذلك لأجل لا لمجرد القصص فقط، وإنما لأخذ العبرة، أيوة، لأخذ الدرس من مسيرة الأمم السابقة. فدعوا أوجه الفساد واتركوا الخلل الحاصل في هذه الأمم وتمسكوا بالجانب الإيجابي، بمعنى آخر اتركوا العقوق الذي كان في مراحل تاريخية كبيرة والذي هو يترجم أمامكم الآن في صورة مجموعات إرهابية تريد أن تقوض دولكم وتريد أن تقوض مشروعاتكم، واتجهوا إلى الجانب البر في مسيرة الأمم. فالقرآن الكريم في الحقيقة حافل بقضية البناء من ناحية القصص القرآني. لما نأتي إلى قضية الأحكام في حد ذاتها، يعني إذا كان القصص القرآني يقص علينا أحداثا تاريخية كبيرة